بمناسبة النادي الأهلي، إيسترن كومباني عنده مباراة مهمة في الدوري مع النادي الأهلي. معانا عبر الهاتف المهندس نصر عبد العزيز. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب وبخير ودايما مشرف ومنور. ربنا يخليك يا فندم. احنا سمعنا خبر لطيف ان رونالدينيو اللاعب البرازيلي العظيم، لاعب برشلونه وميلان وعدد كبير من الانديه، هيبقى موجود في القاهره ان شاء الله خلال مباراه الاهلي. الكلام ده مظبوط؟ الكلام ده حقيقي. رونالدينيو جاي القاهره ان شاء الله في زياره خاصه لمصر بتاريخ 24 وهيغادر 25. هايل. احنا كنا هننظم طبعا برنامج حافل للزياره يعني، فلقينا ان نتيجه قوه الزياره واهميتها، ففي احدى الشركات الخاصه هي هتقوم بتنظيم الحدث من اي تو زد عشان يظهر بالمظهر اللائق والمشرف لمصر ولشركتنا طبعا وللنادي بتاعنا. هاي الفكره جت لكم ازاي؟ ليه فكرتوا فيها؟ والله احنا زي ما قلت قبل كده، احنا شركه كبيره جدا في مصر، عندنا علاقات متعدده مع شركات عديده. من خلال علاقاتنا المتعدده دي قدرنا نعمل تعاقد مع احدى الشركات اللي احنا بنتعامل معاها ان هم يجيبوا رونالدينيو في زياره لمصر، واتفقنا عليها وحطينا الخطوط العريضه للزياره ان شاء الله، وربنا يجعلها زياره موفقه بقى ليها مردود جيد على السياحه المصريه وعلى الزياره بنفسها بصفه عامه. طيب هيتواجد في ارض الملعب، هيتواجد في المدرجات، الشكل يعني الشكل الاحتفالي او التنظيمي لرونالدينيو خلال هذه المباراه هيكون عامل ازاي؟ والله احنا طبعا هنلقي الضوء على الزياره زي ما قلت لحضرتك، ان احنا اللي كنا هننظم الحدث كنادي، فلان ان احنا طبعا الافضل يبقى في شركه متخصصه خاصه عملت الزيارات دي قبل كده وبترعاها دائما. فان شاء الله الشركه اللي هتقوم بتفاصيل الزياره من اي تو زد يمكن في خلال يومين هنعلن التفاصيل كامله. هايل. انا مش عايز بس اطبق الاحداث لغايه ما نعلن الزياره كامله وتفاصيلها. وهي بصراحه خطوه عظيمه جدا، يعني خطوه عظيمه من كل الجوانب، يعني من كل الجوانب السياحيه والرياضيه، وايضا كمان ان احنا نشوف رونالدينيو في ارض الملعب في مصر. دي كلنا بنعشق رونالدينيو، فدي خطوه عظيمه منكم بصراحه. طبعا يا فندم ان شاء الله يبقى زياره موفقه، ويبقى تكون ضوء على تاريخ مصر وحضارتها وثقافتها، ويبقى ليها مردود ايجابي على الثقافه والسياحه المصريه، وفي نفس الوقت احنا بندعم اي حاجه تسند بلدنا ان شاء الله. عظيم جدا. المباراه بقى نفسها، مباراه ايسترن والاهلي، واسالك على ايسترن الاول، رايك ايه في مشواره في الدوري حتى الان؟ الوضع بالنسبه لايسترن، مع النتائج تحسنت بشكل ما مع الكابتن علاء عبد العال، بس لسه موقف الفريق في جدول الدوري مش افضل حال. موقف الفريق طبعا النتائج مش على قد المستوى وعلى قد طموحنا، لكن النتائج كاداء في الملعب الاداء تحسن بشكل قوي جدا. كلنا شفنا خلال الفتره المباريات السابقه سواء مع الزمالك سواء مع الاسماعيلي سواء مع البنك الاهلي، احنا مع متعادلين مع الزمالك لغايه يمكن الدقيقه 91، الاسماعيلي ادينا اداء كويس جدا، ماتش البنك الاهلي على نفس المستوى، المقاولين العربي يمكن الماتش من خلال يومين ثلاثه كنا متعادلين 1-1 وكنا احنا الفرقه الافضل. عندنا ماتش مهم جدا مع غزل المحله يوم الاثنين. انا بعادتي مع الفريق عندنا لقاءاتنا سواء داخل ملعبنا او خارج ملعبنا بنعتبرها لقاءات كؤوس، عندنا امل ان شاء الله في البقاء في الدوري الممتاز بعد ماتش الجاي ده بتاع غزل المحله، عندنا اعتقد سموحه وبعدين ماتش الاهلي. طيب. فعندنا تقريبا ثلاث مباريات مهمه جدا، اتمنى ان شاء الله نعمل فيهم نتائج كويسه. طيب. يعني يبقى الاداء والنتيجه في نفس الوقت. مباراه الاهلي من المقرر ليها 25 مايو ان شاء الله، زي ما انت قلت لي احنا الاتحاد ما اجلهاش، اتحاد الكوره، فاحنا 25 هنبقى متواجدين وهنعمل ان شاء الله مباراه كويسه زي اللي عملناها قدام نادي الزمالك. طيب هل تتوقع انه ممكن يحصل تاجيل للمباراه؟ ولو حصل تاجيل للمباراه هل ممكن يحصل تأخير لرحلة رونالدينيو، ولا رونالدينيو كده كده جاي يوم 24 مش هيحصل أي لا حاجة؟ إن شاء الله رحلة رونالدينيو مرتبطة بالميعاد نفسه 25 هيبقى موجود في القاهرة بغض النظر عن وجود لقاء مع فريق النادي الأهلي أو لا. طب لو المباراة تأجلت؟ هيبقى فيه كده حاجة استعراضية، هنحاول نتفق مع إحدى فرق الدوري الممتاز ونلعب برضه مباراة استعراضية نسلط عليها الضوء، لكن إن شاء الله هيبقى موجودين. يعني آخر خبر وصل لي من يومين اتحاد الكورة مش هيبقى فيش تأجيل لماتش الأهلي إن شاء الله، أساس الأهلي يلعب كل مؤجلاته ويبقى فيه عدالة مع كل الأندية. عظيم جدا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل التوفيق ليكم إن شاء الله. فريق إيسترن كومباني حتى الآن لم يقدم الكثير في الدوري الممتاز، لسه نتائج مش قد كده، ولكن مشاركة أولى في الدوري الممتاز ولسه عنده فرصة البقاء بكل تأكيد. وفكر رونالدينيو أصلا، رونالدينيو ده كان لاعب عظيم بشكل، أنا عارف طبعا هو مش بعيد قوي يعني، ففي جيل كبير جدا من المتابعين شافوا رونالدينيو، في شباب صغير لسه أو ما كانوش شافوا رونالدينيو، بس ما فيش أحرف من كده، كان لعيب حريف بشكل مدهش يعني. خشوا اتفرجوا على فيديوهاته، يعني اللي ما شافش رونالدينيو في الملعب أو يعني وقت ما كان بيلعب، خش اتفرج على فيديوهاته هيشوف حاجة، حكاية أسطورية تاريخية يعني.